وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. لا شك، صلاة الجماعة خلف الأئمة الفساق جائزة وصحيحة ما داموا يصلون. نصلي خلفهم، وصلى الصحابة خلف الحجاج، وصلوا خلف عبيد الله بن زياد، صلوا خلف الأمراء الفساق الذين يشربون الخمر، خلف الوليد بن عقبة يشربون الخمر، صلوا خلفهم لأجل جمع الكلمة. وهؤلاء مسلمون، تصح صلاتهم، ما دامت تصح صلاتهم تصح إمامتهم جمعا للكلمة. نعم.